متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء لمناقشة موضوع هام يتعلق بإضراب الأساتذة. هذا الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام والعائلة والأسر منذ بداية أكتوبر، حيث تتكرر الإضرابات على الأقل 3 أيام كل أسبوع. هذا معنا في هذا اللقاء أساتذة علي الداودي، وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أستاذ السلك الثانوي التأهيلي. مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة. معنا أيضا أستاذ سعد عابيد، وهو عضو لجنة الإعلام الموسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، أستاذ التعليم الثانوي. مرحبا بك. شكرا لك وشكرا على الاستضافة اليوم 24. أيضا معنا الأستاذ طيب معتصم، والكاتب الأكاديمي الجامعة الوطنية للتعليم فرع الرباط والجهد الديمقراطي، وأستاذ التعليم الثانوي. مرحبا بك. شكرا لكم وشكرا للجريدة اليوم 24، شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم في هذا اللقاء. أنا كنعقدوا هذا اللقاء وانتم يعني جايين من وقفات احتجاجية يعني في الأكاديميات، وفي إطار استمرار الاحتجاجات والإضرابات ديال الأساتذة. وطبيعة الحال يعني كتعرفوا أن التلاميذ يعني منقطعين عن الدراسة، يعني هذه مدة تقريبا أكثر من شهر، 3 أيام على الأقل في الأسبوع. الآباء والأولياء التلاميذ يتساءلوا إلى متى سيستمر هذا الإضراب، خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اللي قال بأن هناك لجنة وزارية ستشرع في مراجعة نظام أساسي حوار مع النقابة، وأيضا تصريح ديال الوزير الناطق باسم الحكومة مصطفى بيتاس. فبغينا توضيحات في الأمر، هل هناك اليوم بداية انفراج في هذا الموضوع ديال الاحتجاجات والإضرابات؟ شكرا مجددا للجريده ديالكم. هو انا صراحه ارى بان التصريحات ديال مسؤولي الحكومه، سواء رئيس الحكومه السيد عزيز اخنوش ولا السيد وهبي الممثلين للاغلبيه الحكوميه، هي صراحه كانت مستفزه، خصوصا التصريحات ديال الاستاذ وهبي، وما يعني ما الغرض باش انها دارت ما دارتوش. لماذا؟ لان نساء وجال التعليم، هو رئيس الحكومه كيتحدث على حوار، نساء رجال التعليم هما 20 عام هما في حوار، 20 عام كان مسلسل ديال اعداد النظام الاساسي، بمعنى حتى الضمانات اللي كيهضر عليها السيد رئيس الحكومه ديال ان كاينه لجنه للحوار، نساء رجال التعليم باغين حل المشاكل، وصلوا لواحد المشاكل غتحل بالحوار. طبعا طبعا ان رئيس الحكومه كيقول احنا مستعدين للحوار. طبعا هو حنا كنقولوا بان ايه الحوار ضروري منه، ولكن راه وصلنا لواحد الدرجه ديال ان صافي المسؤولين خصهم يخرجوا للاعلام ويعطوا الحل ديال هاد الملفات، لان كل شيء ولا عارفها استمر الزمن فيها طويل، والاحتجاجات منذ سنوات. بالتالي انا كيبان ليا ايه مساله اخرى، حتى المعنيات ولا هذا الحوار لحد الان لم يخرج اي مكون من لا من النقابات من الهيئات يعني اللي هضر عليها السي بيتاس، مؤكد ان هناك اتصال من الحكومه لهاد الناس باش انهم يحضروا. زعما سعد الدولي توضح لنا بالضبط ما كاينش اتصال، ما كاينش اتصال معكم في النقابه بانكم شروع في الحوار. بدايه تنجدد الشكر على الاستضافه، وضروري من قبل ما نمشيو لهذا الموضوع اننا نشيروا من داخل النقابة الوطنية للتعليم السيداتي بأن الوضع اللي كاين دابا كنعيشوه هذه تقريبا واحد 3 أشهر وضع دقيق واستثنائي، اللي من خلاله أيضا تنعلنوا التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني، وكندينوا الهجمة الشرسة ديال ضرب المدنيين والأطفال وكذا. دونك هذا كان إدانة شديدة من داخل كشعب مغربي وكمتتبعين لهذا الشيء، مع أيضا الترحم على ضحايا الزلزال والتضامن مع جميع فئات الشعب المغربي. حنا بالنسبه لنا داخل النقابه الوطنيه للتعليم، واللي كنا مشاركين في هذا التفاوض اللي دام 2 سنين، لابد ما نشيروا على انه هذه المده اللي دازت 2 سنين كان عقدوا عليها نساء ورجال التعليم امال كبيره، ننتظروا بلا بطبيعه الحال كانت اشاره ديال ان هذا النظام ديال 2003 حتى 2023 20 سنه. غادي ندوز للطيب معتصم، نطرح لك سؤال بطريقه اخرى. الان يعني سمعنا عدد من الوزراء يقولوا بان هذا الحوار اللي كان مع النقابات او
الحوار المخرجات ديال النظام الاساسي فيه تعويضات او فيه ميزانيه تكلف الدوله 9 مليار ديال الدرهم، وبان هناك زياده ديال 2500 درهم كي يتكلم على 2700 درهم. كيفاش يعني يعني كيفاش تلقيتوا انتم هذا الامر؟ هل فعلا هناك زياده ديال 2500 حتى 2700 درهم؟ ولماذا الاحتجاجات الا كانت هذه الزيادات هذه؟ شكرا. اولا اشكر جريده اليوم 24 على الاستضافه وعلى فتحها لهذا الموضوع اللي هو راهني ويثير يعني الراي العام الوطني. بطبيعه الحال يعني الان نلاحظ يعني مجموعه من التصريحات الحكوميه التي نعتبرها نحن في الجامعه الوطنيه للتعليم يعني تزيد الطين بله، ويعني لا تساهم في الحل ولا تساهم في يعني حل يعني المشاكل، بل تزيد من تأزيمها. بالتالي نحن نقول ان الشغيله التعليميه المحتجه واستمرارها في نضالاتها المشروعه والعادله طبيعة الحال تأتي للمطالبة بمجموعة من المطالب الفئوية والمشتركة اللي هي واضحة والتي تحتاج لقرارات، تحتاج لاتخاذ قرارات والإعلان عن هذه القرارات بشكل مباشر وليس حوارات يعني من أجل الحوار وتمطيط الزمن وخلق الانتظارية لدى الشغيلة التعليمية. أعود إلى نعم سأعود إلى هذه النقطة ديال الزيادة في الأجور وزيادة في مجموعة من الزيادات التي ظهرت يعني من كل حد بالوصف، وكل يعني فاعل سياسي أو حكومي يتحدث عن زيادات وفي الحقيقة ليس هناك لا زيادات ولا شيء، مجرد تصريحات يعني تنم إن كانت تدل أو تنم عن شيء عن جهل بعض أعضاء الحكومة أو تعمدهم يعني للتجاهل او غيرها للملفات المطلبه للساده الاساتذه والاستاذات وعموم الرجال والنساء التعليم وعدم معرفتهم بقطاع التربيه والتعليم. اذا الان لاول مره نلاحظ وزير حكومي في قطاع اخر يتحدث عن قطاع وزير اخر. لم نرى السيد شكيب بن موسى او غيره من الوزراء يتحدثوا في قضيه يعني المحاماه بالنسبه ل لعبد اللطيف فهمي، فلماذا يتحدث هذا الأخير عن هذا الأمر؟ هل قطاع التعليم هو ذاك الميدان الذي يخوض فيه الجميع وكل واحد يعني يدلو فيه بدلوه بغير تخصص؟ تقومون بلي الدولة والدولة في موقع القوة والحكومة في موقع القوة وبأنه لما بغيتوش هذا الاتفاق هذيك 9 مليار الدعم الاجتماعي ونعاودوا حوار من جديد. حسنا، هذا نوع من الشعبوية السياسية التي يروم فيها او يروم بها السيد عبد اللطيف وعبي يعني خلق نوع من البوز او نوع من الاستقواء يعني بمنصبه وتموقعه الحكومي، في حين نراه مناقضا لما كان يقوم به في البرلمان، كان يمارس شعبوية من نوع اخر، الان يمارس شعبوية من نوع اخر مناقضا لذلك. بالتالي نحن نقول أن الشغيلة التعليمية ورجال ونساء التعليم لا تحاول لا ليدير على الدولة ولا شيء، نحن لسنا في صراع، بل الشغيلة التعليمية تحركها بطبيعة الحال يعني الأيادي خارجية أو ظروف خارجية. ما هي هذه الأيادي؟ هي الظروف المزرية للرجال ونساء التعليم، هي التي تحرك النضالات والاحتجاجات. هنا واحد النقطة مهمة جدا تتعلق بالتعويضات، 2500 تعال يمكن أنت مؤهل أكثر تشرح لنا هذه النقطة بالضبط، واش هي زيادات تعويضات إضافية ولا هي فقط ترقيات؟ مؤهل نقص ولكن مؤهل أكثر، لأنما عندنا ميزانية لا والو، أنا غادي نعطي توضيح. لأن كنت في الحوار واضح. أولا هي بالنسبة للآن اليوم هذا الحراك التعليمي اللي كاين عنده مشروعيته، مشروعيته لأن طال الزمن ديال الانتظار، وثانيا ان المسؤول بين 2500 حتى 2700 حسب الاقدميه وكذا، وغيجيو دابا وكيمنيوها على اللي نساو رجال التعليم واللي كانوا كيتسناوها هذه مده سلم 11. هذا هي هذه هادو الناس اللي هما في سلم 11 واللي اللي من حقهم، هذا مطلب كان مطلب نقابي والوضعيه اللي خلقها النظام ديال 2003 خلق انه الناس وصلت السلم 11، هذه 20 عام وهي في سلم 11 خصها الترقيه. تا
الترقيه في هذا النظام اللي عندنا حنا هو الترقيه الدرجه الممتازه، ما كنهضروش على الدرجه الجديده اللي هي كاينه في النظام المركزي في الاتفاق المركزي ديال 2011 بين النقابات المركزيه، وكاينه في 2022 وما احترمتهاش الحكومات اللي كاينه مطلب ديال الوظيفه العموميه كامله. شحال العدد اليوم؟ نحن بالنسبه لهاد هاد الدرجه الممتازه داخل قطاع التعليم كتعني واحد 180 الف حتى 200 الف الابتدائي الاعدادي الملحقين ديال الاداره والاقتصاد الى اخره. حنا غادي نكونوا سعيدين جدا كنساء ورجال التعليم ان الناس يتحل عليها المشكل، ولكن هذه كان الاتفاق ديال ان في 23 غيمشي للمتعاقدين المتقاعدين، وفي 24 غدوز بالكوطه اللي غترقى فيها واحد 25000 26000. هذا الشيء راه كان في الحوار وفي اللجان التقنيه. الان هاد الناس المسؤولين اللي كيخرجوا دابا وكيهضروا في هذا المشكل ديال التعليم ما كانوا في اللجان التقنيه، ما كانوا في اتفاق، ما كانوا في حتى حاجه، وكيهضروا في معطيات مغلوطه للشعب المغربي والاسر التعليميه. راه اليوم وحنا اولاد هذه المدرسه، اولاد المدرسه العموميه والجميع كيتبع، كان دائما فاش كيكون الاضرابات كانوا الاسر كانوا دائما تيقولوا الاساتذه باغيين غير الزياده. اليوم كنشوفوا بان الاسر يتضامنون مع نساء ورجال التعليم لانهما الراحه ديال هذا المجتمع والراحه ديال دونك اول مره في التاريخ ديال سميتو كيخرجوا الامهات والاباء وحتى التلاميذ تيتضامنوا، لان عارفين بان الوضع اللي وصلوا الرجل المدرس الان في المنظومه وضع غير سليم وغير لان حتى الظروف اللي كيشتغلوا فيها مزريه جدا، لا من خلال البنيه التحتيه ولا خلال برامج ولا خلال واحد المجموعه ديال الاشياء خصنا نراجعوها كامله. غادي نرجعوا لهذه النقطه ديال الاضراب سي سعد، غادي نرجعوا نتناول معك هذا الموضوع ديال الزياده ديال 2500 درهم 1700 درهم يتعلق بالترقيات. الزيادات والتعويضات هي كاينه لفئات اخرى اللي هما المدراء والمفوضين، وهذا اللي خلق مشكل يعني بالنسبه للاخر. ولكن كاين فئه ديال الاساتذه ديال الثانوي اللي ما مستفيدش اي شيء في هذه الترقيه، كنت توضح لنا النقطه هذه. واخا غير باش نزيد نوضح الشيء اللي قال الرفيق الدولي، هو الامر يتعلق باختصار بالترقيه ماشي زياده، والامر يختلف واضح. دونك هذاك السيد اللي جالس كيدوي راه ما فاهم حتى شي حاجه في هذا الملف ولا في الملفات ديال النساء ورجال التعليم. دونك الامر يتعلق بترقيه، وهنا غنفتح واحد القوس، راه عباد الله اللي كنقولوا ملي كنقولوا حنا الان الشغيله تحتاج الى قرارات، ما تحتاجش الحوار ماراطوني. في 2011 هاد عباد الله كان محضر في 26 ابريل 2011 كيمكنهم الترقيه، وما ترقاوش، ولحد الان كيطالبوا بهاد الترقيه ديالهم اثر مادي واداري. راه باقي معانا وحتى هما داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والعدد ديالهم تقريبا 80000 تقريبا، من الى استثنينا منهم الناس اللي كما كنقولوا مشات على عينيهم ضبابة، الناس اللي تقاعدوا مساكن راه مشى ما استافدوش من خارج من غير الفوج ديال 2023. دونك الامر يتعلق بترقيه، وهاد الناس راه كينتظروا تفعيل هذاك الاتفاق. فيما يخص فكرني عافاك السؤال، الفئه يعني الاساتذه الثانوي اللي هو بالنسبه للاساس الاساتذه الثانوي التاهيلي، هذه الفئه كما كنقولوا هي اللي ما ربحت حتى شي حاجه في هذا النظام الاساسي. كاين الناس بداوا المسار المهني ديالهم السلم 10 السلم 11 خارج السلم، كيولي خارج السلم 10 سنين 15 عام 18 عام حتى 20 عام وهو في خارج السلم، ما كاين لا تحفيز لا تعويض لا حتى شي حاجه. هاد الناس كيطالبوا بحقهم عادي المشروع على غرار جميع القطاعات هذا بدرجه استثنائيه ودرجه جديده اللي تكون من مور خارج السلم. ولكن داروا هاد التعويض هاد التحفيزات اللي في مدارس الرياضه يعني 10000 درهم تقريبا. مدارس الرياضه ما عندهاش في الثانوي التاهيلي، كاينه في الثانوي الابتدائي، عفوا في الابتدائي، وما واحد العادات حتى التجربه عندنا عليها يعني تحفظات كيفاش تمات المبالغ اللي هذا، وحنا كنصنفوها داخله بحال الاموال اللي ضاعت لينا في مختص استعجالي في الميثاق وهذا. نفس الشيء يعني التجربه اللي كنشوفوها فاشله، لان باش تصلح التعليم خص بعدا تصلح الاستاذ، تقويه تحفزه ماديا،
مجموعه من الامور تصلح للمدرسه العموميه. راه عندنا شي مدارس راه تخلع السي من الصغر، الا دخلتي ليهم راه مابقاش غير التيله اللي فيهم، لا بريزات لا لابوراتوارات لا لي فيروري تما لي برودوي ما عندناش الطاوله. والله الميزانيه بنادم جالس بنادم جالس التلميذ جالس فوق المسامر، بمعنى كاين شي امور قبل قبل ما نفكر في الرياده مع شنو في بيداغوجيه طارلو وواحد البيداغوجيه نجيبها من الهند وبيداغوجيه الالعاب وما شنو، خصنا شي حوايجات اساسيه في المدرسه اللي هي اللوجيستيك اللي هي هذا واللي هو الاستاذ، لان الحلقه الاساس في المدرسه هي الاستاذ. سي تريم غادي نرجع معاك الموضوع ديال العقوبات. موضوع العقوبات في النظام الاساسي اثار جدل كبير، واعتبروا عدد من الاساتذه انه يمس كرامه الاستاذ، في حين ان نظام العقوبات هو كيف الوظيفه العموميه ومعمول به، وهذه مساله ديال التقييم وديال التتبع ومراقبه الاداء، يعني شيء اللي هو محمود. علاش الاساتذه يرفضوا إذا سمحتي لي إذا قبل ما نجاوب على هذا الأمر المتعلق بالعقوبات، يعني نرجع لواحد النقطة متعلقة بالزمن المدرسي والتلميذ وشكون اللي كيتحمل المسؤولية. هذه النقطة هذه اللي كيتحمل المسؤولية يعني بشكل مباشر وحصري هو الدولة المغربية في شخص الوزارة، القطاع الحكومي الذي يسير القطاع، لأن الأساتذة لا يضربون ولا يحتجون حبا في الإضراب وحبا في الاحتجاج. إذا باش نسدوا هذه النقطة هذه، اللي كيتحمل المسؤولية هو الوزارة، وتتحمل المسؤولية في مجموعة من الجوانب، ما كنتحدثش على مصلحة التلميذ حينما نتحدث كما قال الرفيق في مجموعة ديال البنايات المدرسية الأيلة للسقوط والطاولات يعني المهترئة، وكشفنا المدارس كيف أنها يعني بالمناسبة نترحم عفوا على شهداء الزيزان الحوز اللي من ضمنهم 9 الأساتذة اللي ما عبرتهم شهيد الوزارة. بالنسبة للعقوبات، بالنسبة للعقوبات الأمر الذي يطرحه النظام الأساسي أو هذا النظام الجديد القديم أنه جاء أولا بحمولة مقاولته، يعني لا تنسجم قطاع التربية والتعليم، ولا يمكن أن تطبق هذه المقاربة في قطاع التربية والتعليم، لأن في قطاع التربية والتعليم لا ننتج منتوجا ماديا بل ننتج عقولا وإنسانا مفكرا. يعني لا يمكن ربط ما يسمى ب يعني المردودية بالنتائج وغيرها من المفاهيم المقاولاتية التنافسية وغيرها وغيرها، كل هذه مفاهيم تسقط حينما نود أن نطبقها في التعليم العمومي أو التربية والتعليم بشكل عام. ثم بالنسبة للعقوبات، لماذا تم ذكرها في النظام الأساسي وتم التفصيل فيها؟ تم التفصيل فيها إمعانا في الاستفزاز وفي إدلال هذا الأستاذ وتطويقه يعني وحصره من جميع الجوانب. يعني هناك عقوبات يعني تم التفصيل فيها صفحة ونصف العقوبات، رغم أن نظام الوظيفة العمومية يتوفر أصلا على العقوبات المطبقة على كل يعني الموظفين العموميين. وبالتالي لماذا ذكرت هذه العقوبات؟ فقط لأن هذا النظام يعني يفيئ ويقسم رجال ونساء التعليم إلى نصفين. اش كتعتبروها بان هذه يعني هذه عمليه تقييم وهذه مرتبطه يعني الاستاذ مثلا واش ما يمكنش يخطا مثلا؟ طبيعه الحال لكن هناك مجموعه من الاليات والضوابط التي تضبط عمل الاستاذ ومذكوره في نظام 2003 ومذكوره في نظام الوظيفه العموميه. كيف ما كانت يعني ليست هناك لا ضروره في الامعان وفي التفصيل في هذه العقوبات، لان لم يكن لها اي ضروره. ساعود لنقطه اساسيه، لماذا ذكرت؟ لأن في النظام الأساسي يميز بين نساء ورجال التعليم، بين الموظفين التابعين للوزارة والموظفين أو لا اللي كيسميهم أطر أكاديميات اللي هما الأساتذة الذين فرض عليهم التعقيد وأطر الدعم، لذلك ذكرت هذه العقوبات بهذا الشكل في هذا النظام. موحدة على الفئتين، لكنها يعني لو طبقنا فقط ما يسري على النظام الوظيفة العمومية لن يسري على المفروض عليهم التعاقد، لذلك كان لا بد من ذكر هذه العقوبات في هذا النظام الأساسي. يعني بعض
كنا هذه النقطه ديال النظام ديال العقوبات لان فعلا اثارت جدل كبير الاساتذه واعتبروها يعني انها نقط بصراحة هذه من بين النقاط اللي احنا كنقابة اللي كنا مشاركين في هذا التفاوض حتى الحدود 20 سبتمبر اللي من خلال من بعد 20 كان عندنا موقف اخر لان انقلاب الوزارة المنهجية اللي التشاركية والاشراك اللي كنا بدينا بها تم الانقلاب عليها وخرجوا هما بنظام بشكل احادي وكنحملوا مسؤوليه الحكومه في هذا الاجراء كامل. الوزير التربيه نائب نجي كنا غاديين في حوار حتى ل 20 سبتمبر. ما صدر يوم 20 داكشي اللي تسلمناه نهار 20 ماشي هو اللي خرج نهار 21 وماشي هو اللي خرج حتى في الجريده الرسميه. راه كاين شي ربعه ديال النسخ كدور. اذا حنا كنطرحوا التساؤلات شكون ما وراء هذا الشيء اللي وقع يسائل الحكومه شنو الغرض ديالهم من هذا الشيء؟ ما خصناش نسالوا النساء ورجال التعليم دابا ولا النقابات اللي ما دايرينش هذا المصطلح ديال النيه اللي بغاو يدخلوا للناس هكاك. زعما غير كانت النيه في واحد البلاصه غادي نوليو عاوتاني هذه النيه نبقاو غاديين حنا غير بالنيه. دونك هذا الشيء راه ماشي صحيح. هذا ثانيا من قضايا الخلافيه اللي كانت عندنا مع الوزاره زائد انا جاي للعقوبات زائد حتى النظام ديال التعويضات اللي كان خصو يكون خارج النظام الاساسي. كان خصو يكون بقرار مواكب لان كنا كننتظروا من بعد ما يخرج النظام الاساسي وفق المبادئ المؤطره ديال اتفاق 14 يناير 2023 غادي تكون واحد 20 قرار مصاحبه ما فيها التفصيل في هذا الشيء ديال 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 فهما داك الشيء اللي خرج ديال التعويضات النقابات لا علاقه لها به. بعدا حنا في النقابه الوطنيه للتعليم ما طلعنا على داك الشيء حتى لذاك النهار وخرجوه بداك الشيء اللي جابوه. والاستاذ المدرس عنده صفر 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 في هذاك الشيء. نظام العقوبات حنا كان الشعار ديال ان هذا النظام ديال الوظيفه العموميه فعلا نخضع للنظام ديال الوظيفه العموميه وحنا حرصنا في الصياغه ديال هذا ديال في اطار المبادئ اننا حنا في التعليم التربيه الوطنيه نحرص وبقوه لان هذا قطاع حيوي استراتيجي نبقاو في اطار الوظيفه العموميه ما يوقعلناش بحال المنظومه الصحيه ديال دابا المنظومه الصحيه ماشي حنا في الطريق نديرو مدونة سير ولا مدونة كذا درتي هذه غدير هذه لا هذا كان كيتوقف الراتب كيتوقف اربع شهور ومن بعد ما يدوز غادي يمشي للمجلس التاديبي وغادير العقوبه وتنفذ العقوبه. كاين اللي الان اللي دوز عام عام ونص حتى العامين عاد كترجع ليه الاجره حتى كيكون هو تشرد ولادو تعاقبوا هذه العقوبه كتعاقبوا هو وتعاقب التلاميذ ديالو لان كيولي التلاميذ ما خصهم استاذ وحنا نشكو من خصاص في المدرسين كتعاقب الاسره الا كان عنده شي اسره وكيولي داخل في واحد الوضعيه راه كاين اللي خرج واحد الوقيته تشرد ولا تيبيع الخضره ولا تيخدم في قهوه ولا حنا كنعرفوا حالات هذا الشيء قلنا لا يعقل. دونك مشينا لهذا ولكن ذاك التفصيل اللي دار هذا تحيد لا هذا تحيد ولكن التفصيل اللي كان دابا اللي كاين كان فيه واحد التدقيق اللي ما اتفقناش عليه. لا مثلا غير فاش غادي نقولوا واحد الرتاب ديال العقوبات هذاك الرتاب ديال العقوبات كان فيها مشكل حنا ما اتفقناش على التصنيف ديال العقوبات قلنا لان علاش هذيك العقوبات شكون اللي كيحسن فيها؟ كاين عندنا اللجان الثنائيه المتساويه الاعضاء اللي كتمثل النساء ورجال التعليم وهذه مؤسسات دستوريه لان دار فيها انتخابات فيها قانون فيها راه هي اللي كتكون عندها ذاك التقدير فاش كيجي تقرير اما ديال الاستاذ حول شي مخالفه معينه كيكون داك التقدير فيه التربوي وكتكون ممثلين الاداره وممثلين ديال الاساتذه اللي كيحددوا نوع درجات هذيك العقوبه وكتكون عندهم واحد الصفه وقلنا هاد اللجان المتساويه الاعضاء خصها تكون عندها القوه ديال القرار. هذا الشيء ما احترموش لان في الوقت اللي كتجتمع هاد اللجان متساويه الاعضاء كتهز كتاخذ واحد القرار وكيرجع داك القرار خصو يمشي حتى للرباط من زاكوره حتى للرباط باش يقول واش متفق عليه ولا ما متفقش عليه وخصو يرجع عاوتاني حتى لزاكوره باش يطبق يواسير شحال ديال الوقت وهذا كيضيع فيه الحق ديال الاستاذ وديال الاطفال. دونك هذا مساله اساسيه اللي خص نفهموها. دونك هاد التدقيق هذا ما كانش بلاصتو وكان مشين بالنسبه لهذا. دونك حنا بالنسبه لعدم احترام واحد المجموعه ديال الاشياء المنهجيه واكثر من ذلك لان هاد الصيغه اللي خرج بها هاد المرسوم لانه ماشي قانون كاين فرق بين قانون ومرسوم. قانون خصو يمشي للبرلمان هذا مرسوم داز بمسطره اخرى. دونك هذا باش نوضحوا هذا المرسوم
لان كنا رفعنا شعار مرسوم نظام اساسي محفز منصف موحد موحد. هذا المخرجين ديال هذا الشيء جاوا عمقوا الفوارق بين الاساتذه بين المنظومه بشكل كبير، وهذا الشيء نسائلهم هم اللي خرجوا هذا الشيء وهما اللي وسعوا الفوارق اكثر ما حنا كنا بغينا نوحدوا ونجمعوا ونكونوا كنشتغلوا في اطار فريق في اطار عمل جماعي من صالح المنظومه. ولكن هذا الشيء اللي دار دابا بما فيها المشروع ديال المدرسه الرائده، المشروع ديال المدرسه الرائده مشروع فيه تمييز وفيه تفييق، لان غادي يضيعوا فيه شكون اللي غيستافد من هذا المشروع؟ واحد المجموعه ديال التلاميذ. شكون اللي غيستافد من التحفيز؟ واحد المجموعه ديال الاساتذه، واحد المجموعه ديال المؤطرين، وبعض المؤسسات غتستافد من بعض الصباغه والتزواق، وما تبقى من المؤسسات اللي فيها الغالبيه ديالها. دونك هذا تفريقه، هذا التعميم سافا بروندر كومبيان دو طون، واحد 7 سنين وغادي نشوفوا هذا المشروع شنو هي الاثار ديالو. هذا المشروع ما كانش كاع فيه حديث، ماشي مطلب ديال الحركه النقابيه، وماشي مطلب ديال النساء ورجال التعليم. التحفيز الرئيسي عند النساء ورجال التعليم هو تعطى لهم الحقوق ديالهم اللي ماكشي كيصدقوا عليهم ديال الدرجات والرتب، ومراجعه حتى ديك الرتبه، هذيك الارقام الاستعداديه ديال الرتب، لان لا يعقل واحد دابا باش يدوز من رتبه لرتبه كيساين 3 سنين وكيتخلص ب 80 درهم. فينا هو السلم المتحرك للاجور؟ فين وصلنا في الاوضاع الان ديال الغلاء؟ وواحد كيتسنى باش يدوز من رتبه لرتبه غادي تخلصوا انت 80 درهم. هذا ماشي، حنا كنقولوا التحفيزات الحقيقيه ماشي هو هذا، هذا سيوسع من الفوارق. هذا الشيء خصو مراجعه المناهج والبرامج وكل شيء يستافد منه، ومراجعه ايضا، وهذه من المطالب الرئيسيه، ساعات العمل والساعات التضامنيه اللي مطالب اننا نراجعوا فيها الزمن المدرسي والحصص الزمنيه. شكرا، وقت ضيق ولله معذره على المقاطعه، ولكن بقات لنا بضع يعني دقائق نحاولوا يعني بسرعه نتناولوا بعض المواضيع. سي سعد، يعني اليوم بعد اكثر من شهر من الاضرابات، يعني الحكومه مستعده للحوار، النقابه التحتيه مستعده للحوار، ولكن كاين واحد الاشكاليه، وانه هناك دعوات الى انه الحوار يكون فقط مع النقابات. انتم التنسيقيات اليوم كتشكل دابا ولات هي تقريبا كتشكل واحد العدد كبير، تمثل عدد كبير ديال الاساتذه، ممكن يكون حوار مع التنسيقيات. هو باش غير ندقق، دعوات من طرف من؟ ان التنسيقيات مشكوره، غير باش هذا باش نجاوب. لا، امين عام لحي الاستقلال اللي تكرف فوالا، دونك دعوه من طرف الحكومه ان التنسيقيات ما قال بان الحوار سيكون مع النقابات الى قويه النقابات. فوالا، شكرا لك. هو احنا بعدا في التنسيقيه ديال الاساتذه والطرف تاع البروغرام التعاقد كنا دائما مستدعى للحوار. نهار غادي يتناقش الملف ديالنا كان كيتم استدعائنا بسميتو. طبعا في الحكومات السابقه، هذه الحكومه كنظن ما عرفتش واش حتى العام اللي فات استدعينا، كان اخر جلسه بالحوار استدعينا، يعني حتى في ظل هذه الحكومه الحاليه استدعينا، وكان اخر حوار اخر جلسه حوار كنظن في 31 يناير، كانت اخر جلسه الحوار اللي بدات مباشره من وراها بداوا ما يسمى بجلسات اعداد النظام الاساسي الجديد. دونك انا ارى بان اي حل لملفات النساء ورجال التعليم، النقابات صحيح انها شريك وفي اطار الدستور وتمثل، انا اراها تمثل، اقصد هنا النقابة ماشي اي تنسيقيات، كاين التنسيقيات اللي عندها اللي معروفه في الشارع وعندها تاريخ نضالي، اخص بالذكر هنا تنسيقية المفروض عليهم التعاقد، خارج السلام، الزنزانة 10، الثانوي التأهيلي، هادو تنسيقيات اللي هما معروفين. تنسيقيات في النقابات، كاينش ثقة في النقابات؟ ماشي ما كاينش ثقة، كاين ما كاينش ثقة في المؤسسات صراحة، ما في الحكومة وفي الوزير، لأن راه قلت كما قلت من قبل، راه كيفاش أن الحوار استمر لمدة طويلة وغنجيو نفتحوا حوار، علاش غنفتحوا حوار؟ والنقابات حتى النقابات التي شاركت في الحوار وشاركت في الجلسات منذ من البداية حتى النهاية، راه خرجت بلاغ في الأخير كتقول بان الوزير لم يحترم ملاحظاتها اللي كانت في اخر اجتماع ديال اللجنه العليا لهذا النظام الاساسي. بمعنى فينا واش غير غنبقاو حنا حتى يوقع المشكل نبقى نقولوا حوار حوار؟ لا، الناس بغات الحل ما بغاش الحوار. كنظن قلت بان كاين مطالب اللي هي واضحه وباينه عند هذه الفئات،
وعند النقابات وكاين مطالب مشتركه ديال النساء وجهات التعليم واضحه عند النقابات وعند هذه الفئات، وبالتالي يجب يعني فتح حوار، ماشي بليطو تاع حوار، قلت يجب على هاد الناس المسؤولين انهم يخرجوا للاعلام بقرارات يعني تكون عندهم الشجاعه ويديروا قرارات اللي من خلالها يتم استجابه لملفات النساء وجهات التعليم. راه عباد الله راه غدي لك الحوار، راه عباد الله راه ما غاديش ترجع للقسم، وهنا راه بغيت نناقش معك حتى واحد المساله تنظيميه. الان ولينا كنعس الصباح تفيق الصباح كتلقى تنسيقيه، تنسيقيه موحده توحد جميع النساء وجهات التعليم. لا ماشي المشكل، ماشي في التنسيقيه، المشكل في البنيه التنظيميه. كاينه دابا الان التنسيقيه كتقول على راسها بانها تمثل النساء ورجال التعليم بصفه عامه، هيئه التدريس، التنسيقيه موحده لهيئه التدريس، واضح؟ يعني حتى التنسيقيات الفئويه كتقول لك هي بانها ما كتمثلش النساء ورجال التعليم. هذا نقاش، بمعنى حتى هذه الكثره ديال التنسيقيات، هذا الجانب، هذا النقاش التنظيمي مهم، لان حتى غدا ولا بالغدا النقابات مثلا توصلات الحل او لا ما توصلاش، او لا بعد التنسيقيات توصلات الحل، غتلقى واحد العدد ديال عباد الله باقي منخرط في الاضراب، وهذا مشكل، واضح؟ وهذا السبب ديالو، السبب ديالو هو واحد كيوقع اتفاق في 2011 وما كيلتزم به، رئيس حكومه، واحد كيجلس عامين وكيجي عاوتاني كيقول لك غنفتح الحوار، وانت راك تحتاج حل عامين، واخا هاد عامين ما كافياش، وكما قال رفيق الداودي راه عيب. واش بغيتو نقولوها هنا؟ تسجلوها تعطيها لهم؟ الزنزانه 10 الناس 20 عام و25 عام في السلم العاشر، بغاو ال11 عطاوهم ال11، المقصيين في ديال الابتدائي والاعدادي بغاو خارج السلم عطاوهم خارج السلم، الثانوي حبسوا في خارج السلم، بغاو الدرجه الجديده والاستثنائيه عطيوهم، مفروض عليهم التعاقد، بغاو الادماج عطيوهم الادماج، ديك الهضره ديال تم ادماجهم هذا راه داكشي زعما راه ما صحيحش، ويعني كيتعاود وتعاود تعاود حتى ولا باسل، لان الادماج ادماج ماذا يقتضي؟ يقتضي اصدار مناصب ماليه في قانون الماليه الخاص بكل سنه، ما درتيش هذا الشيء ما تهضرش ليه، ما تقولش ليه ادماج، كتقول لي الادماج في 2018 في 2019 في 2020 في 2000 ودابا في 2023 لا تم ادماجهم، اللي كاين هو انه تم ادماجنا في نظام اساسي جديد، ما دمجناش في الوظيفه العموميه، حنا باقيين مستخدمين لدى الاكاديميات. قلت بان المطالب هي هادو مطالب اللي كيمثلوا تقريبا، كاين فئات اخرى اللي كتمثل واحد 10% ولا 20%، ولكن هاد المطالب ذكرت كتمثل تقريبا 80 حتى 90% ديال عباد الله اللي الشغيله، بمعنى لا ماس يتحلوا الملفات هاد الناس يرجعوا، ما تحلوش الملفات انا صراحه ما عنديش تنبؤ للمستقبل، ولكن راه وصلنا لواحد اللحظه اللي هاد الشيء ولا كيتراكم 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 حتى انفجر بهذا، ومازال ممكن تكون شي حاجه اكثر من هاد الشيء، وليدات عباد الله ما كيقراوش، وليدات عباد الله ما كيقراوش. التنسيق الوطني عموما لقطاع التعليم وكذلك في الجامعة الوطنية للتعليم، أننا نحمل الوزارة والقطاع الوصي مسؤولية هضر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، ورجال ونساء التعليم لا يتحملون أي مسؤولية، وسينتهي كما قلت هذا الهضر ديال الزمن المدرسي حين تستجيب الحكومة ويعني القطاع الوصي يعني مطالب نساء ورجال التعليم. بطبيعة الحال نحن في التنسيق الوطني كنا قد وجهنا كتشوفوا بأنه عادي بالنسبة لك أستاذ أن التلميذ هو اللي تيؤدي الثمن الآن ديال هذه الوضعيات، يعني علاش ما يكونش مثلا يعني أشكال احتجاجية اللي ما يكونش فيها التلميذ هو اللي تيؤدي الثمن؟ مزيان لو كنا في دولة ديمقراطية ويعني تستمع وتجس النبض وتلتقط الإشارة يعني منذ البداية لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. قلت أن الأساتذة ورجال ونساء التعليم يخوضون الإضرابات ليس حبا في الإضرابات وليس حبا في الاحتجاجات، بل لأن لا أحد استمع لهم ولا أحد انتبه لاحتجاجاتهم منذ البداية.
وسأذكر بصيرورة معينة يعرفها القاصي والداني، هو أن رجال ونساء التعليم وكل شيء غير التعليمية كانت تبدأ دائما يعني إضراباتها واحتجاجاتها بحمل الشارة والعمل داخل يعني الحجرات، ثم بعد ذلك الوقفات أثناء فترة الاستراحة التي لا يعني لا تتجاوز 15 دقيقة، ثم بعد ذلك أيام الأحد، ثم بعد ذلك أيام العطل، يعني يسمحون في عطلهم ويقومون باحتجاجات في وسط العطلة، ومع ذلك يعني لا أحد ينتبه لصرخات الأساتذة، ثم بعد ذلك يخوضون يعني ساعة في اليوم، ثم بعد ذلك ساعة، يعني الأمر والاحتجاج تم بالتدريج. يعني لو كانت للدولة أو للحكومة أو للوزارة مسؤولية لا يعني طبيعة الحال استجبت المطالب ديال النساء ورجال التعليم منذ البداية. واضح سي طيب، سأعرج على نقطة معينة في نهاية الوقت إلا سمحتي لي، حتى الوقت راه إلا سمحتي لي سأعرج على نقطة معينة وهو بالنسبة للحوار. الوزارة ارتكبت جريمة قانونية وأخلاقية في حق يعني نقابة أكثر تمثيلية وأقصتها من الحوار، فما بالك بالتنسيقيات. فحينما نقول الحوار أول من يعني أفقد الثقة في هذه السيرورة وفي سيرورة هي الوزارة نفسها التي أقصت يعني نقابة أكثر تمثيلية. هذا جانب. جانب آخر، كانت هناك رسالة للتنسيق الوطني 30 أكتوبر يعني تتضمن المطالب الرئيسية لنساء ورجال التعليم بعيدا عن كل ما هو تقني، ما هو تقني يحتاج لجلسات نتفق، لكن القرارات لا تحتاج لجلسات ولا لحوارات. هناك أولا اعتذار الحكومة لما بدر منها وللقمع الذي مورسه والحصار الذي مورسه بالنسبة لرجال ونساء التعليم، كذلك زيادة أجور نساء ورجال التعليم، وكذلك إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وغيرها من المطالب التي تحتاج قرارات يعني واضح. شكرا في طيب واضح. سعني يعني في نهاية هذا اللقاء، اليوم تلاميذ منذ أزيد من شهر ونصف تقريبا حوالي شهر، يعني ثلاث أيام في الأسبوع يتوجهون إلى المدارس ثم يتم إخراجهم إلى الشارع، في حين مدارس التعليم الخصوصي يعني يدرسون بشكل عادي. هل هذا وضع طبيعي وضع عادي أن الإضراب تستعمل فيه يعني التلميذ في هذه المعركة هذه؟ يعني إلى متى يستمر هذا؟ الإضرابات تكون في واحد مدد محدودة تتوصل رسالة، من بعد تكون واحد انفراج. اليوم ما كاينش أفق. أنت كأستاذ يعني تنوي منذ سنوات، يعني هل تقبل هذا الوضع؟ أولا احنا بالنسبة لنا في البداية بديت بأننا في وضع استثنائي ودقيق وحرج، وحرج خاصة خصو يكون حرج بالنسبة للمسؤولين على هذا البلاد واللي تيتحملوا مسؤولية السياسات العمومية. فبالتالي إلا كان المسؤولين ما كيسمعوش للنبض ديال الشارع وعلى رأسهم الشغيلة بشكل عام والشغيلة التعليمية، يعني راه ما عندهمش، راه هما اللي كيتحملوا المسؤولية. فمن هنا تنقول أنا هذاك أنه النساء ورجال التعليم كانوا جد صبروا سنتين، إلا ما قلناش من 2003 صبروا سنتين، كان عندهم أمل في هذا الحوار. وراه تم التذكير من طرف الرفيق أنه الأشكال الحضارية اللي كان كتمارس بعيدا على كل مزايدة، وأن هذا الحق دستوري واخدينه بعين الاعتبار. فإلا كان شي حد اللي عنده الغيرة على هذا البلاد هما المدرسين. راه قبل ما كاين لا تحفيز لا والو، راه كان المدرس كيطلع لراس الجبل ولا في شي قريه ولا في هذا، هو اللي كيعرف الحاجيات ديال التلاميذ وكيلبيها وفي وسط الاحياء الفقيره وفي وسط هذا. فإلا كان شي حد اللي ما عندوش الغيره على التعليم العمومي والمدرسه العموميه، هم المسؤولين دابا الان اللي كيسيروا هذه الحكومه. اما النقابات وهاد التنسيقيات والمدرسين هما في قلب المعركه ديال المدرسه العموميه والدفاع عن المدرسه العموميه والتعليم العمومي والتعليم للجميع، وجيد فعلا ومن اجل مع اخذ بعين الاعتبار المطالب ديال هاد الموظفين، لان ما تيمكنش نرميو العبء والمسؤوليه على واحد الموظفين اللي هما العمود الفقري ديال الاسر المغربيه، راه 8 مليون ديال الاطفال وما يزيد على 30 مليون اسره كتشوف في التعليم. النسبه ديال التعليم الخصوصي الان شحال هي كاع؟ شحال كتستوعب؟ بلا البعثات بلا كذا، حنايا ايه حنا راهنا في التعليم عندنا واحد الخلوطه ديال التعليم،
ولكن حنا متشبتين بان التعليم العمومي هو الرئيس الركيزه الاساسيه. التعليم الخصوصي تيدرسوا الاساتذه. حنا هذا تحدي. حنا دابا حنا شنو غنقولوا؟ حنا دابا هذاك هذاك تدبير اخر. حنا حنا تدبير اخر. ولكن الوليدات ديال التعليم العمومي تدبير اخر. حنا حنا راه التعليم العمومي نساء ورجال التعليم في حاله ما اذا تم تلبيه المطالب ديالهم واسترجعنا هذه الثقه اللي جهه اللي المسؤولين دابا كيضربوها اتجاه المدرسين. المسؤولين هما اللي فرغوا المؤسسات من الثقه ديالها. حنا نؤمن بالعمل المؤسساتي وانخرطنا فيه بقوه، ولكن شكون اللي فرغوا من المحتوى ديالو؟ مسؤولين. التصريحات ديالهم عدم اخذ بعين الاعتبار ديالهم هذه الجديه ديال المطالب. دونك حنا ماشي حنا ولا نساء ورجال التعليم، بالعكس نحن مستعدون ندافعوا بالغالي والنفيس. وما ان مازالين كنديروا ساعات تضامنيه الا دليل. راه ما كاينش شي قطاع اخر حكومي دير ساعات تضامنيه الا التعليم، وما كاينش شي قطاع اخر اللي كيدير له التمديد خارج سميتو الا التعليم. فاذا حنا علاش هاد الدوله، وغنمشيو دابا شويه الفوق، الدوله فاش كتجي مع نساء ورجال التعليم كتبقى تجبد الكالكيولاتريس وبركه، مع علاش مع قطاعات اخرى كدوز زيادات وكدوز كذا، ما كاينش اللي كيجيب الاخبار، والتعليم كيديروا معاه الحساب، في حين انه هو اللي هز المجتمع، هو ديك الشمعه اللي كتضوي في هذا المجتمع. هذا الموضوع سؤال دائما هو كيتعلق بالتلميذ ومصلحه التلميذ اللي هو اليوم تأدي الثمن، والعائلات والاسر تشوفوا وليداتهم ما تيقراوش، واحد الموجه ديال القلق عند اولياء الامور. واش ما كتشوفش بان اذا استمرت الاضرابات غادي يعزز هذا الامر، يعني الشعور ديال المواطنين والاسر بانهم فعلا يعني ما يمكنش يراهنوا على المدرسه العموميه، خصهم يتوجهوا للقطاع الخاص، لان القطاع الخاص ما فيهش الاضراب. وكاين اساتذه الان اللي هما تيخوضوا الاضراب في المدرسه العموميه، ولكن ما كيقدروش يخوضوا الاضراب في المدرسه الخصوصيه. واخا تحية، غادي نسالي غير من واحد الملاحظة قالها الرفيق الدولي، هو أن الوزارة حتى حنا ولينا كنديرو كاريكات. نسالو واحد المسألة اللي قال ديال الساعات التضامنية، حسبناها لقيناها توفر الوزارة 45,000 أستاذ. بهذوك الساعات التضامنية اللي كنخدموها حنا الوزارة، كنوفرو 45,000 منصب للوزارة كل سنة. واضح؟ بمعنى حتى حنا ولينا غنوليو نتحاسبو، لأن هذوك الساعات التضامنية. وهنا حتى واحد ما دام النقاش حول النظام الاساسي لم يحدد ساعات العمل. 40 ساعة خصك تخدم 40 ساعة لان كاينه في النظام الاساسي. بخصوص هدر الزمن المدرسي للمتعلمي، دائما نحمل الوزارة، نحمل المسؤولية للوزارة والحكومة. حنا اليوم باش ملي قلنا الوضع الاستثنائي هذا العام، حنا راه ماشي الخروج ديال النساء ورجال التعليم ماشي فقط على باش نكونوا واضحين، ماشي فقط على المطالب ديالهم لا الفئويه ولا المشتركه. حنا احتجاجاتنا هذه السنه استثنائيه، وشفنا ان كاين انخراط كبير. حنا بغينا نصلحوا المدرسه العموميه، بغينا الطاوله تقعد، بغينا المختبر يتجهز، بغينا كل شيء. وإلا كان شي واحد خصو يجاوب على هذا السؤال، علاش الاضرابات كاينين وعلاش الزمن ديال المتعلمين يهدر، فهو رئيس الحكومه هو اللي كيدبر هذا القطاع، والوزير هو اللي كيدبر هذا القطاع، ورئيس الحكومه هو اللي عباد الله صوتوا عليه. الا بالفعل صوتوا عليه راه هو اللي خصو هذا. ملي هضرت على التعليم الخاص، كاين عندنا 8 المليون ديال التلاميذ، عندنا مليون في القطاع الخاص، وعندنا 7 المليون في التعليم العمومي الان ما كيقراوش. راه حتى في الايام اللي كندخلوا السي بلشكر راه ما كنخدموش 4 السوايع، كنخدموا غير ساعتين. بالنسبه للثانوي التاهيلي راه كنخدموا، لا كنخدموا الساعة الأولى والساعة الأخرى. بالنسبة للثانوي التأهيلي، بالنسبة للابتدائي والإعدادي كيخدموا غير ثلاثة السوايع، بمعنى من الساعة من 10 حتى 11 ونص راه ما كيخدموش. بمعنى حتى في هذوك الأيام العمل كاين إضراب جزئي. واضح؟ قلت بأن اللي خصو يجاوب المغاربة هو هذا السيد رئيس الحكومة، هو اللي مسؤول على تدبير الحكومة، والسيد وزير بن موسى هو اللي مسؤول على القطاع. يجاوبوا عباد الله، يقول لهم علاش هاد الناس عامين هما في الحوار، 50 هما يحتجوا، سنوات هما يحتجوا وما لبيتوش لهم المطالب، علاش مخليين وليداتنا بلا قرايه؟ حنا شفنا الاباء كيفاش انهم تفهموا الوضعيه ديال المدرسه اليوم، تفهموا الوضعيه ديال الاستاذ،
وقالوا بان يجب انصاف الاستاذ لانه الحلقه الاساس في المدرسه العموميه باش وليداتنا قراو خص هذاك الاستاذ يكون مرتاح، وبالتالي فالوزاره والحكومه هي من تتحمل المسؤوليه. الى هنا ينتهي هذا اللقاء، شكرا متتبعي موقع اليوم 24 على تتبعكم، شكرا للساده الاساتذه علي الداودي عضو المكتب الوطني النقابه الوطنيه للتعليم استاذ التعليم الثانوي التاهيلي، سعد عابيل عضو لجنه الاعلام التنسيقي الوطني للاساتذه واطر الدعم، وطيب معتصم الكاتب الاقليمي الجامعه الوطنيه للتعليم فرع الرباط توجه ديمقراطي.